بحب الحاجات والاكل. بص اللعبه دي نط دايما. وهنا انس حرفيا كان بيحاول يبوظ الكاميرا، بس الحمد لله لحقنا. بس احنا ليه بنبدا القصه من الاخر؟ تعالوا ابدا لكم القصه من البدايه. الشاي والعربيه الجميله. النهارده انا في السينما العالمي، انا رايح اشتري حاجات وراجع. بغض النظر عن العنكبوت الجميل، بس احنا عندي مشكله عويصه في الجدران اللي هنا ده، وفي هذا القائم، ولكن الحمد لله غيرناه. انا عند واحد من الاصدقاء الصيانة الجميلة. خلاص كده انتهينا من هذا الموضوع. تعالوا بقى هنروح لمكان نشتري حاجة مميزة جدا جدا، بقالي زمن عايز اشتريها. جبت اللي انا عايزه، يلا بينا على البيت. حر 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 حر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. انقطعنا عنكم فترة مش قصيرة، ولكن ده كان ليه سبب. شهر 4 اللي فات حوالين كده 4 و5 مريت بتجربة كانت صعبة جدا، فأنا جاي أحكي لكم عنها النهاردة. الموضوع بدأ لما روحت من البيت، وكان يوم عمل حافل جدا. في حاجة مش مظبوطة، يعني حاسس ان نفسي مكتوم، وحاسس ان انا مش انا. شوية بدأت احس بوجع في كتفي، نفسي مش مظبوط، والصراحة ما كنتش عايز اروح المستشفى، لان المستشفى موالها موال. طبعا الوقت كان تأخر، فما فيش دكاترة فاتحين، فلازم تروح المستشفى الطوارئ. وعشان تروح الطوارئ بقى، انا الخبرة اللي عندي من موضوع الطوارئ ده، انك هتقوم خبط لك مثلا 4-5 ساعات، ما بين ساعة بقى على ما تخش، وساعة على ما الدكتور ما يجي لك، وساعة على ما التحاليل تطلع، وساعة على ما الدكتور يرجع بعد دورته الكاملة يرجع لك تاني. ولكن في الاخر قمت خدت العربية وقلت بقى بدهاش، قمت سايق لحد المستشفى، ركنت في المستشفى ودخلت. وانا داخل بقى نفسي ضيق، وبعدين وقفت في الاستقبال، في ممرضة بتستقبلك بتقرر الحالة بتاعتك، فبقول لها انا نفسي مكتوم وصدري وجعني وكتفي الشمال وجعني. فالست بدأت ايه كده ملامح وشها بدأت تتغير، فانا قلت خير يعني، شكل كده هدخل بسرعة، وانا مش في بالي ان انا ممكن يكون عندي في مشكلة ازمة، عشان كده ملامح وشها اتغيرت. فجأة لقيتهم خدوني على كرسي. طب انت قادر تمشي؟ طب اقعد. طب حطوني على كرسي. زقوني دخلت على السرير. وعلى غير العادة فجأة لقيت حواليا 5 ممرضين، ما بين بقى اللي بيقيس لي الضغط، واللي بيركب لي جهاز رسم القلب، واللي بياخد مني التاريخ الطبي بتاعي. فبقيت شايف حاجة انا عمري ما شفتها. دخلت الطوارئ 3 أو 4 مرات على مدار ال5 سنين اللي فات، ولكن دي اول مرة اشوف الموضوع ده. وبعدين عملت شوية تحاليل، وبعدين جالي الدكتور قعد يدردش معايا شوية، وبعدين بيت لقيتها في المستشفى. الحمد لله لما رحت هناك بدات اتحسن، ادوني دواء وعملوا لي شويه حاجات انا مش فاكرها، وعملوا لي اشعه وتحاليل. كانوا ربنا عافينا شاكين ما بين ان هي جلطه في الرئه، او ان هي حاجه في القلب، او ان هي مجموعه حاجات كتير سمعتها، ولكن مفيش حد اكد اي حاجه. عدت الليله وخلاص الدنيا هديت، وبيت في المستشفى. نقلوني من الطوارئ ودوني على عنبر، وبعدين بعدها جينا الصبح لقيت بقى الدكتور جاي ومعاه 3 طلبة كده يشقروا عليا. فده كان دكتور ايه؟ ده دكتور قلب. طب ايه الموضوع؟ قال لي لا لا، دي حاجة بسيطة، انت كان عندك كده ايه، ميني هارت اتاك، ازمة كده قلبية سريعة ما فكانش فيها اي مشكلة. قلت له يا سلام، يعني هي ازمة يعني وعدت الحمد لله؟ قال لي اه الحمد لله عدت. ولكن فبقول له طب ايه سببها؟ يعني هي جت منين؟ قال لي بص، انت على الورق كل التحاليل والاشعه والكلام ده كله بيقول ان انت سليم 100%. فعلى ما يبدو ان انت في الفتره دي بتمر بشويه مشاكل، سواء في الشغل بقى او في اي مكان تاني، فده كان سببها، فانت محتاج تاخد بالك منها. خلاص القصه انه على الرغم من ان نيوزيلندا واحده من الدول المشهور عنها جدا ان هي فيها work life balance، فيها توازن بين ضغط الشغل وضغط الحياة، وانك عندك دايما وقت انك تعمل اللي انت عايزه بره الشغل، ولكني مش قادر اوصل لنقطة انا ازاي وصلت للمرحلة دي. بعد كل اللي حصل والدنيا خلاص وكله تمام، الشركة قفلت وتسرحنا كلنا. فانا الصراحة صدمت صدمة قوية جدا، يعني انا كان من شوية كنت بموت عشان مشاكل في الشغل، وفي الاخر الشركة قفلت.
يعني المهم دنيا مشيت الحمد لله، ربنا اكرمني ولقيت شغل والدنيا بدات تمشي، ولكن ظل معايا فكره ان ليه حصل لي كده. عمال افكر، عمال اقرا، عمال اشوف ايه اللي ممكن سبب ده. وطبعا في خضم بقى ان الشركه قفلت وبعدين بدور على شغل جديد، مريت بفتره من الاكتئاب السريع كده، وبعدين قعدت مع دكتور اونلاين وقعدنا نتكلم، وبعدين بعت لي شويه تحاليل اعملها، واكتشفنا بعد كده ان انا مكتئب وان الاكتئاب ده كان هو السبب في ان انا دخلت في ازمه قلبيه. بس برضو ايه اللي يخليني اكتئب؟ المفروض هنا الحياه جميله، يعني انت سبت بقى كل حاجه ورا ظهرك وجيت وعايش بقى في احسن بلد في العالم واحلى بلد في العالم والدنيا جميله، جاي منين الاكتئاب؟ المهم قعدت ادور 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 وبدات اقرا اكثر عن الاكتئاب، وواحد من الاصدقاء صديقي احمد عصام قال لي على كتاب رائع جدا اسمه The Feeling Good Handbook، قلت لكم اسمه في صندوق الوصف. الكتاب ده بيتكلم عن انك ازاي تعيش عيشة مرتاحة بغض النظر عن اي حاجة موجودة في دماغك او اي تجربة سيئة انت عديت بيها في حياتك، وبيبدأ بقى ياخدك في رحلة كده. الاول بيعرفك ايه هو الاكتئاب، وبيعرفك ازاي تعرف اذا كنت مكتئب ولا لا، وفي في اول كتاب تيست كده بيديك شوية اسئلة وعليهم شوية درجات، وعلى الدرجات بيقولك انت ايه نسبة الاكتئاب اللي انت كنت فيها. فانا نسبة الاكتئاب بتاعتي كانت كبيرة قوي، وبعدين لما بدأت اقرأ في الكتاب مع الوقت بدأت افهم حاجات كتيرة قوي بتحصل معايا في حياتي انا ما كنتش فاهم ده بيحصل ليه. الكتاب جميل جدا في الموضوع ده، وبعدين فصل ورا فصل ورا فصل بدأ يشرح ازاي زي tips and tricks كده عشان تطلع من موضوع الاكتئاب، او مش بصورة قصية عشان الاكتئاب، ولكن عشان تبقى عايش حياة مريحة. انت مثلا بتتضايق لما تبقى داخل بنزينة واحد يقوم بصص لك بصة مش مظبوطة، انت كده في عندك من جوه في حاجة من جوه بايظة، فهو بيتكلم معاك انك ازاي تتعامل معاه. فصراحة ده كتاب رائع جدا وانصح جدا الناس تقراه. ولكن تظل المشكلة، ايه سر الاكتئاب؟ ليه الاكتئاب جه ده؟ او ليه انا ما مرتش بالاكتئاب ده قبل كده لما كنت في مصر او لما كنتش في السعودية؟ هل ما كانش عندي وقت ان انا افكر؟ ما اعرفش، يعني في بيئات مختلفه ما بين مصر والسعوديه ما حصلليش ده، لما جيت نيوزيلندا بدا يحصل. ولكن بعد بحث طويل اكتشفت ان المشكله في نيوزيلندا. في بعض الدراسات بتقول ان ما بين كل 6 اشخاص او 5 اشخاص في واحد مكتئب، يعني 20% من الشعب تقريبا مكتئب، وان هي واحده من اكثر الدول اللي الناس فيها بتصاب بالاكتئاب. في دراسه تانية كانت بتقول ان هي لما قارنوها ما بين كذا دوله كانت من اعلى 25% من الدول اللي فيهم اكتئاب، او الناس اللي فيها معرضين للاكتئاب اكتر بكتير جدا من اي مكان تاني. ولو مش مصدقني هسيب لك تحت المصادر اللي انا جبت منها الكلام ده. ولكن عموما وفي المجمل وفي المطلق بغض النظر عن نيوزيلندا، لو انت مريت باكتئاب لازم تدور على الشخص الصحيح اللي انت تقعد تتكلم معاه والشخص المتخصص، لان على الاغلب انت لما تيجي تقعد مع الناس هيقول لك يا عمي انت بس بعيد عن ربنا شويه، طب انت بس اقرا شويه قران. طبعا ما فيش اي حاجه تنفي ان قراءه القران او قوه الايمان او قربك من ربنا هيحسن حالتك النفسيه، ولكن لو انت اوريدي مصاب، لو انت عندك مرض نفسي والمرض النفسي مرض زيه زي المرض العضوي تماما، لما هتقرب من ربنا صح في الاول والاخر ربنا الشافي، ودي نقطه ما نقدرش نتكلم فيها، ولكن الدواء او العلاج او جلسات انك تقعد تتكلم مع دكتور نفسي او الكلام ده كله كلها اسباب بناخد بيها عشان ربنا يشفينا. بس يا سيدي انا بقيت احسن الحمد لله دلوقتي، وبقيت افضل بكثير، ورجعت بخطه جيده مع الوقت هتشوفوا اثرها. واول حاجه في الخطه دي كانت ان انا اشتريت كاميرا جديده، وهي دي جي اوزمو بوكيت 3، كاميرا الجميله الخفيفه صغيره اللي فيها جيمبل، منها فيها جيمبل ده اللي هو مضاد الاهتزاز، انت لو قعدت تهز الكاميرا كده وكده 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 في الاخر ترجع لنفس النقطه اللي هي كانت فيها. وفيها عصا التحكم الجميله دي اللي بتقعد تتحكم لك بقى ايه الكاميرا، ان هي تطلع فوق تنزل تحت، ان هي تخش يمين وتخش شمال وتقعد تطلع فوق وتنزل تحت، وحاجات جميله جدا الصراحه انا متفائل بيها جدا جدا جدا، وبقى لي زمن طويل كنت عايز اجيبها. وفيها شاشه جميله جدا وكويسه، وانا اشتريت الكرياتورز كومبو، بيجي معاها كذا قطعة وبيجي معاها مايك وبيجي معاها، يعني كانت صراحة كانت حاجة جيدة جدا. فان شاء الله هنبدأ نعمل بقى فلوجات بيها، لان كان دايما عندي مشكلة ان الموبايل بيبقى عليه السكريبت اللي انا بقرأ منه ومحتاج كاميرا تانية، والكاميرا اللي بصور بيها دي كاميرا تقيلة الصراحة، مفروض ان دي هتبقى كاميرا جيدة. وعشان نخبر عن صدق التجربة تعالوا هاخدكم معايا في جولة لنور شور. رحنا الفان داي بتاع ال NSIA النور شور اسلاميك اسوسيشن، كانوا عاملين فان داي عائلي كده جميل، اكل وحاجات جميلة والمسجد وبنصلي والعيال بتنبسط، يعني زي كده عيد داي بسمت مسلم بس في الصيف. فتعالوا كده نبص بصة ونشوف ايه الكلام ونرجع نكمل كلام. مدينة
أهلا بكم، أنا اسمي أنس، هوريكم النهاردة الألعاب والحاجات والأكل. أنا جماعة بص دايما بيروح، قصدي هيروح دلوقتي. بص اللعبة دي نط، بص دي بنطط، ودي حاجة بندور فيها، دول اتنين نطاطة، وده يونس، وده حاجات، بصوا، بسمع الكلام، بصوا الناس بتشتغل، انا بدور على بابا. ده بابا. اوه ده بابا. بابا. اهلا اهلا اهلا. Attention everyone, our fundraiser barbecue has dropped price to just $3 a sandwich. الفطير 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 جامد اعلى. احنا كده خلصنا للنهار، ولكن في نقطة كده، انا لان انا بقالي فترة طويلة بعيد وما بنتكلمش، وحتى ما بقالنا كتير جدا ما عملناش اسئلة واجوبة، انا حابب اعمل هدية صغيرة للناس اللي كملوا لحد النقطة دي من الفيديو. هسيب لكم تحت لينك، اللينك ده ممكن تحجزه عن طريقه ميتنج معايا لمدة 15 دقيقة، هنقعد نتكلم مع بعض، اطمن عليك وتطمن عليا. لو عندك خطة للسفر تعالى نتكلم فيها، لو عايز تتعلم برمجة تعالى نتكلم فيها. المهم الميتنج ده هيكون على جوجل ميت، فلازم تتأكد ان يكون عندك حساب عليه، ولازم كمان تنزل البرنامج عندك وتتأكد ان هو شغال كويس. وعشان نستخدم الوقت ده افضل استخدام، انا عايزك تحدد اكتر 3 اسئلة انت عايز تتكلم معايا فيهم، وكمان عايزك تحدد في الاخر كده هتقولي على 3 مواضيع انت عايز ان احنا نتكلم عنهم السنة. المقاعد محدودة لان الوقت محدود، فانزل دلوقتي واحجز معايا الميتنج في اقرب وقت. بس ده كل حاجة للنهاردة، فلحد ما اشوفكم المرة الجاية ان شاء الله اشوفكم بخير. بالمناسبة ده مايك جديد نتكلم عنه في وقت اخر، انا بعمل شوية تحديثات عندي على الدنيا، فيا رب يكون بفايد يعني. لو انت وصلت للمرحلة دي احب اعرف رأيك في الصوت، هل الصوت كده الصوت كده احسن، الصوت مزعج، الصوت حلو، نعمل فيه اي تعديل يعني قولي. خلينا بقى نسمع كلامكم في التعليقات، ولحد ما اشوفكم ان شاء الله اشوفكم بخير، والسلام عليكم.